بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سن بسنته واتبع هداه. نخبتنا المباركة، نعود للأمسيات وإلى الإثراء وإلى العلم وإلى عمق المعرفة. الليلة ستكون أمسيتنا من العراق مع أستاذ كبير وقامة عربية معروفة، الأستاذ الدكتور صالح الجميلي أستاذ اللغة العربية. وستكون أمسيتنا الليلة في موضوع جميل أثر التعبير القرآني الحديث النبوي الشريف، وهو من أعمق المواضيع حقيقة. وسنستفيد الليلة، وستكون أمسية بحجم قامة سعادة الدكتور أستاذ صالح الجميلي. أهلا وسهلا بأخي دكتور صالح، وأهلا بكم جميعا، وأمسية ماتعة إن شاء الله. تفضل يا دكتور صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخبتنا المباركة، كل باسمه ومقامه. أستميحكم عذرا أن أكون هذه الليلة بينكم إن شاء الله تعالى بعد غياب طويل، وأنا أعتذر عن هذا الانقطاع الطويل حقيقة، لأنني مشغول وكنت يعني مسافرا خارج البلد مما قطعني عنكم، وبالأحرى أنا الخسران الأول، لأن هذه النخبة المباركة الطيبة فيها من العلماء والقامات والمفكرين والأدباء ما لا يستغنى عنهم. أسأل الله تعالى لي ولكم السلامة والأمن والأمان. أخوة الإيمان، هذه المحاضرة أثر التعبير القرآني في الحديث النبوي الشريف، ولا يخفى على حضراتكم علاقة القرآن الكريم بالحديث النبوي الشريف الذي جاء حقيقة مفسراً لمجمل القرآن، مسهلا لألفاظه، شارحا لمقاماته وهيئاته. وكما تعلمون الحديث النبوي الشريف هو ما كان مسموعا وما كان منقولا وما كان مقررا، لكننا اليوم سنكتفي إن شاء الله بما كان منقولا أثرا عن أثر عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأقواله التي تضمنت آيات قرآنية كريمة. ولا يخفى على جنابكم الكريم أن القرآن والحديث النبوي الشريف قرينان ومن مشكاة واحدة ومن فم كريم هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول وبالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد كان نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له الأثر الكبير في حياة العرب ومنهم قريش خصوصا، وذلك لأنهم أهل الفصاحة والبلاغة، فجاءهم الله تعالى بتحد عظيم في أنفسهم وعقولهم. فمثل ما تحدى سيدنا موسى عليه السلام قوم فرعون بالسحر، وسيدنا عيسى عليه السلام بالطب وإحياء الأموات، كان تحدي النبي صلى الله عليه وسلم لقريش بفصاحة لغتهم التي عدت وقتها، أي قريش، أفصح العرب بعد أن أجمعت القبائل العربية على لغة مشتركة أدبية سادت مجتمعهم ومحافلهم الأدبية في ذلك الوقت. إن كلام الله ليس أي كلام، فمن شدة تأثرهم بحسنه وجماله ورائع نظمه غلب من لم يؤمن به على نفسه. فهذا الوليد بن المغيرة ذواقة قريش للشعر وحسن الكلام يقول:
والله لقد سمعت كلاما ما هو بالشعر ولا هو بالسحر ولا هو بالكهانة، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول بشر وأنه لا يعلو ولا يعلى عليه. فإن كان ذواقتهم يقول ذلك ولا يملك إلا أن يقر بالحق لما رأى فيه من عجائب لا تنقضي وبدائع لا يحيط بها كلام ولا يوفيها حقها أي بيان، فأقبل عليه الناس ينهلون من معانيه ويقتبسون من ألفاظه، وأصبح مهو القلوب ومطمح النفوس وقبلة أهل البلاغة، يحومون حول معانيه وألفاظه، يرصعون أقوالهم بألفاظه، ويكسبون حلاوة من معانيه وطلاوة من أساليبه. فإذا كان عامة الناس يفعلون ذلك فكيف برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه وحفظه في صدره وحفظه لصحابته، فاقتبس من معانيه وألفاظه في الكثير من كلامه وألجم الغفير من مقاله، وجعل حفظه وقراءته تعبدا لله وتقربا منه، فكان القرآن الكريم موازنا وسيرة ونبراسا، فاقتبس منه الكثير من ألفاظه التي سطرها في أقواله صلى الله عليه وسلم. إن القرآن الكريم كلام الله المعجز، أنزله على رسوله الكريم ليكون نذيرا وبشيرا لهم ودليلا وتحديا لعصاتهم. أما الحديث الشريف فهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه رب العزة تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النجم 3. ويتفق القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف في هذا وحيا ومعنى، ويفترقان لفظا ونظما، وذلك هو الفرق بين الكلام المعجز وغير المعجز. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بكتاب الله تعالى، والحديث الشريف مبين لمعانيه وشارح لغوامضه ومفسرا لعامه وموضحا لمخصوصه، بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي أفصح العرب، ما جعله منزها عن النقص الذي يعتري الفصحاء في ضبطهم الأحكام الصوتية والسلاسة المنطقية، وكان يجيد الكلام مع العرب جميعا على مختلف لهجاتهم ولغاتهم التي اعتادوها بينهم، فإذا تكلم تكلم بأساليب جميلة وتراكيب عجيبة، ألهم اللغة وأسرارها إلهاما. قال أبو حيان الأندلسي: فكانت أقواله صفوة اللغة وحلية البيان بعد القرآن، يقتبس الأديب من لفظه وينتفع البليغ بصوغه، ويستمد مفسر القرآن من أثره، ويستكمل الفقيه أحكام من نصه، ويشيد اللغوي صرحه من لغته، ويستظهر الحكيم بحكمته. وللجاحظ قول في وصف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلام الذي قل عدد حروفه وكثرت معانيه وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف.
وكان كما قال تعالى: وما أنا من المتكلفين. ولذا جاءت الأحاديث النبوية الشريفة لتؤكد وتقرر ما جاء في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فالحديث يفسر ويفصل ويبين ما جاء مجملا، ويخصص ما جاء عاما، ويقيد ما جاء مطلقا. ومن هذه الأمثلة في تخصيص ما جاء عاما: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويقيد ما جاء مطلقا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. ولذلك فالعلاقة وطيدة بين القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، فهما من سراج واحد، ومخرجهما من فم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله تعالى نبراسا وقدوة ورحمة. جعلنا الله تعالى وإياكم من أتباعه والثابتين على نهجه ورسالته. وفي محاضرتنا اليوم سنقف على بعض الأمثلة من أحاديثه الكريمة صلى الله عليه وسلم، التي تضمنت ألفاظا وجملا من القرآن الكريم، والذي نسميه الاقتباس اللغوي. يقول أحد الباحثين: فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في كثير من الأحايين يتصرف في مقتبسه اللغوي على نحو يناغم المراد من كلامه، ولكن من غير أن يقطع وشيجة مقتبسه بأصله. فكان على ذلك وجود كثير من أوجه الالتقاء والافتراق في الأسلوب بين القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. وقد تعرضت دراسات كثيرة إلى تحديد الألفاظ المقتبسة في أقوال الرسول الكريم من ألفاظ القرآن الكريم وآياته، وتفاوتت نسبة هذا الاقتباس بين لفظة واحدة إلى آية كاملة أو عدة آيات. ولا بد من تعريف لهذه المصطلحات التي ترد في كلامنا بشيء من الاختصار، كما وردت عند كثير من الباحثين أو مؤلفات الأقدمين. فالاقتباس لغة أصل في قبسة، قاف باء سين، وهو جذوة من نار صغيرة تأخذها من معظم النار. واختلف العلماء في هذه الجذوة: أهي صغيرة أم كبيرة، شعلة أم شهاب؟ لكن أميل إلى أنها النار التي تؤخذ بطرف عود ليستفاد منها في إشعال نار أكبر، كما في قصة سيدنا موسى عليه السلام. قال تعالى: لعلي آتيكم بشهاب قبس أو أجد على النار هدى، طه الآية 20. وذهب الزمخشري إلى أن في كلامه على أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون في النمل 7، الشهاب الشعلة والقبس هي النار المخبوسة. أما اصطلاحا فقد عرفه القزويني: هو أن يتضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه. وقد ألف الثعالبي رحمه الله تعالى كتابا أسماه الاقتباس من القرآن الكريم، وأفرد فصلا في الجزء الأول منه عنوانه: فصل في بعض ما جاء عنه عليه السلام من الكتاب، أو عفوا من الكلام المقتبس معناه من القرآن الكريم. وفصل آخر أسماه: فصل في بعض ما جاء عنه عليه السلام من الكلام المقتبس من ألفاظ القرآن. وعلى هذا
سنجد أن الاقتباس كان في المعنى، وكان أيضا بتضمين بعض ألفاظ القرآن الكريم صريحة في متن الحديث النبوي الشريف. ويطلق أحد الباحثين تسمية الترصيع على ما اقتبس من القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف في مؤلفات الناس وكلامهم تشبيها منه لكلام رب العزة ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالجواهر والياقوت. وإذا عدنا إلى كلام الثعالبي أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد اقتبس من القرآن الكريم نوعين من الاقتباس، وهما الاقتباس اللفظي والاقتباس المعنوي، ولا نريد أن ندخل في تفصيلات أهل البلاغة وتقسيماتهم وما أبدعه البلاغيون وقسموه، من أن الاقتباس جاء بين أحد طرفي التشبيه، وقالوا أيضا أن الاقتباس اللفظي للمشبه والمعنوي للمشبه به، وما إلى غيرها من تسميات أجادوا فيها وأكرمونا بها، ولا أريد أن أخوض فيها لأنني لا أتكلم لأهل الاختصاص بل لإخوة أعزاء في مختلف اتجاهاتهم وتخصصاتهم. نسأل الله لنا ولكم القبول إن شاء الله تعالى. من هذه الأمثلة أو من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم التي ضمنها شيئا من ألفاظ القرآن الكريم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه، وأشار بالسبابة في اليم فلينظر بما يرجع، رواه مسلم حديث رقم 2858. فأراد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يقول إن الدنيا لا تساوي في الآخرة إلا القليل، وهذا القليل مثل الماء الذي علق بالسبابة، فهو على تهافت الناس عليه لا يساوي شيئا من نعم من الآخرة. وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. التوبة الآية 38. وجاء في الآية القرآنية الكريمة أيضا هذا التعبير: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الرعد 26. وتمثل أثر القرآن الكريم في هذا القول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربيه اللذين ذكرا سابقا، أي الاقتباس بالمعنى وبالألفاظ. فألفاظ الحديث الشريف ما الدنيا في الآخرة إلا متاع اقتبست من قوله تعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ومن قوله تعالى وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فتتبين العلاقة بين القولين الشريفين بأنهما جاءا بأسلوب القصر ما وإلا لبيان معنى القلة عند المخاطب، وأيضا جاءا بأسلوب المقارنة بين الدنيا والآخرة، الدنيا في الآخرة. يقول ابن هشام في المغني في بيان معاني الحرف في: الداخل بين مفضول سابق وفاضل لاحق مقيدا
معنى المقايسة، والمقايسة معنى حاصل لاستعمال حرف الظرفية وليس موضوعا له، وهذا دليل على أن متاع الحياة الدنيا إذا أقحم في خيرات الآخرة كان قليلا بالنسبة إلى هذه الخيرات. أما الأثر المعنوي فهو واضح بالمقارنة بين الدنيا والآخرة، قليل ومتاع جاء منكران لتقرير معناهما كما في تفسير التحرير والتنوير الجزء العاشر 198. وجاء في صحيح البخاري برقم 5433 ومسلم برقم 2189 عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سحر لبيد: والله يا عائشة لكأن ماءها نقاع الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شبه النخل الذي شرب من ماء السحر برؤوس الشياطين، وهذا التشبيه جاء في قوله تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، الصافات 65. واستعمل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كأن أداة للتشبيه ورؤوس الشياطين المشبه به، فالمناسب بينهما أن شجرة الزقوم تنبت في أصل الجحيم، فكانت المشبه به، وصورة النخيل الذي ينبت بماء السحر مشبها مع أداة التشبيه كأن، وتدل على خراب الطعم والشكل والثمر. ومن الأحاديث الأخرى قال صلى الله عليه وسلم: علامات المنافق ثلاث: إذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب. ومعناه مقتبس من قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال صلى الله عليه وسلم في مثال آخر: من صبر على أذى جاره أورثه الله داره. ومعناه مقتبس من قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. وهذه من جانب الأقوال التي تأخذ بالمعنى وليس باللفظ الصريح. قال صلى الله عليه وسلم: في حديث قدسي يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كأن معناه من قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر:
من كثر سواد قوم فهو منهم، فكأنه من قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نكتفي بهذا القدر على الألفاظ، ونأتي إلى ما اقتبس من ألفاظ صريحة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: هل ينظرون إلا هدما مبيدا أو مرضا مفسدا أو الدجال وشر مستطر والساعة أدهى وأمر؟ وهذا واضح الاقتباس من الآية القرآنية الكريمة. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثني الله إلى الناس كافة بإقام الصلاة لوقتها، وإيتاء الزكاة بحقها، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكأنه قال: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بسر النفس اللوامة. وهذا ما جاء في سورة القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: أطلب الرزق من الله على أيدي الرحماء من أمتي، ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم، فإن اللعنة تنزل بهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة نضرة، وإن الله مستعملكم فيها، فينظر كيف تفعلون. كل هذه الأحاديث كأنها نصوص آيات قرآنية كريمة، وحقيقة لم أعلق عليها حتى لا أطيل المحاضرة على جنابكم الكريم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق في ما قلنا وفيما سمعتم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله تعالى لي ولكم الثبات وحسن الختام والقبول والحفظ من النيران في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. نشكر سعادة الأستاذ الدكتور صالح الجميلي من دولة العراق الشقيقة، وهو أستاذ اللغة العربية ورجل من رجالات هذا الوطن العربي الذين نفتخر بهم جميعا. وحقيقة الدكتور صالح علم من الأعلام، وخاصة في مجال اللغة العربية ومجال الحديث الشريف، فهو له باع طويل في هذا الجانب. ونحن محظوظون في النخبة الثقافية أن يكون معنا رجل مثل الدكتور صالح حفظه الله، وأيضا له محاضرات كثيرة في دار الحديث عن طريق الزوم، والحقيقة استفدنا كثيرا جدا. أنا مداخلتي لأخي سعد الدكتور صالح الحديث الشريف وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى كما نعرف جميعا، والقرآن الكريم أيضا كلام الله سبحانه وتعالى. أنا مدى يعني سؤالي: ما هي العلاقة بين الحديث والقرآن في المعنى؟ هل الحديث وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو تفسير
لآيات القرآن الكريم فقط، أم أنه توسع في ذلك؟ حفظكم الله وجزاكم الله خير أخي الفاضل. جزاك الله خيرا أستاذنا الفاضل على هذا التقديم وعلى هذه الكلمات الطيبة، وأنا لست بهذا الذي تقول، وإنما أنا طالب علم أتتلمذ على يد مشايخنا الكرام، وإن كنت يعني من باب الدرجة العلمية أو غير ذلك، لكنني لازلت طالب علم أطلب من الله تعالى أن يجعلني من طلبة العلم الشرعي. والحمد لله رب العالمين، لي كثير من الإجازات القرآنية والإجازات الحديثية، فضلا عن كون تخصصي باللغة العربية، لكنني يعني الحمد لله أصبو أن أكون من طلبة العلوم الشرعية. نسأل الله لنا ولكم الثبات وحسن الختام. أما بالنسبة لكلامك أو لسؤالك ومداخلتك الكريمة، فالآية الصريحة في قول الرسول الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإن كان القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله تعالى، أما الحديث النبوي الشريف فلفظه على الرسول الكريم ومعناه من الله تعالى. وهناك أيضا الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله تعالى. وهذه الأمور، هذا ما يجعل، أو كما قلت أنا في بداية المحاضرة، أنهما من نبراس واحد من فم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو من تعليم الله تعالى له. وكيف لا يكون ذلك وهو من حفظ القرآن وحفظه لصحابته، وهو من شرح مجمل آيات القرآن الكريم وبين أسرارها، وكذلك بين ما خفي من بعض آيات القرآن الكريم من غريبها وملتبسها على الناس جميعا، فقد بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة. ولذا نقول أن الحديث النبوي الشريف شارح للآيات القرآنية الكريمة، مبينا لهيئات أحكامها وحدودها. فنحن لا نعرف كيف نصلي وكيف نصوم وكيف نحج لولا سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إن كانت قولا أو فعلا أو تقريرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا سعادة الدكتور صالح على هذه المحاضرات القيمة التي بينت لنا العلاقة بين القرآن والحديث الشريف، وهذه المعلومات القيمة التي أثرتنا جميعا وغذت فكرنا وأفادتنا جميعا بإذن الله. وشكرا جزيلا لقائد هذه المجموعة، النخبة الثقافية، نخبة هي نخبة في فكرها وعلمها وعقلها وتفكيرها وثقافتها. فشكرا لسعادة الدكتور محمد الشريف على إقامة مثل هذه الأمسيات والندوات التي تثري عقولنا وتغذي فكرنا، فجزاكم الله خير الجزاء وجعل الله في ميزان حسناتكم. أسعد الله مساءكم بكل خير، نخبة الفكر والقلم. أمسية رائعة تميزت بمقدمها. حين يتحدث الكبار نصغي بكل تركيز، وسعادة البروف صالح حين يتحدث يأسرنا بطريقة طرحه ويستحوذ على أفكارنا بتسلسل أفكاره، فهو من الشخصيات التي تجبرك على سماعها. يطرح المعلومة بسلاسة بحيث يستوعبها المتخصص وغير المتخصص، وقد تشرفت بالحضور له كمستمعة في أكثر من موقع سعادته يشارك فيها، ولاحظت كيف يكون تفاعل الحضور معه. ولعل الليلة
لا أتطرق لطرح سؤال، وإنما لأشكر هذه القامة السامقة في مجال تخصصه وتواضعه رغم ما يحمله من علوم ومعارف. كل التقدير لكم بروف صالح، زادكم الله علوا ورفعا. والشكر موصول لسعادة الدكتور محمد الشريف العجلاني على جهوده وما يبذله الحقيقة من جهد مضاعف، خاصة خلال الفترة الماضية في تفعيل عمل النخبة ونشاطاتها واستمرارها بهذه القوة وهذا التميز. كل التقدير لك سعادة الدكتور محمد، أكرمكم الله وزادكم الله توفيقا وطيب لكم الأيام. السلام عليكم. وأيضا أنا عندي مداخلة الآن أيضا لأخي الدكتور صالح. بالنسبة لدكتور صالح، يعني لاحظنا في الآونة الأخيرة، طبعا القرآن إنا نزلنا ذكر وإنا له الحافظ معروف ومنتهي الموضوع هذا، إن الله سبحانه وتعالى يعني حفظ القرآن، و يعني مفروغ الموضوع هذا منه. بالنسبة للحديث الشريف، طبعا نعرف أن رواة الحديث الشريف المشهورون لدينا الستة معروفين، البخاري ومسلم وباقي الرواة. لاحظنا في الآونة الأخيرة يا دكتور صالح للأسف هجمات وتشكيك، وفعلا يعني خاصة على البخاري رحمه الله. والبخاري كلنا نعرف من هو البخاري وما قدم البخاري جزاه الله خيرا، و يعني تحقيقه الدقيق جدا في رواية الحديث وأسلوبه، وطبعا ألفت كتب كثيرة جدا في هذا المجال. ما هو هدف هؤلاء المشككون في رواة الحديث وخاصة البخاري حفظك الله دكتور صالح؟ يريد تضح لنا الكلام هذا جزاك الله خير وتتعمق، لأن الحقيقة يعني الموضوع خطير جدا. أعداء الأمة فعلا شككون في يعني مرتكز قوي جدا في ركائز ديننا الحنيف، بارك الله فيك. أستاذي الفاضل الله يكرمك ويسلمكم إن شاء الله جميعا، نحن نعرف هدف هؤلاء هو الدين، هدف هؤلاء كسر ثوابت الإسلام أولا، وكلنا يعرف أن الدين يقوم على القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، لأن الحديث مكمل في تشريعاته مكملا للقرآن الكريم، لا من نقص للقرآن لا، لكننا في جهلنا للقرآن الكريم وألفاظه وآياته نحتاج إلى من يعيننا على فهمه. وهذه الحملة ليست وليدة اليوم، بل هي من أيام الاستشراق الأولى، وما تكلم به نولدك في كتابه القرآن، وما أثار حوله من شكوك في رواياته وفي قراءاته وفي مصادره من لهجات العرب، كله حرب على الإسلام أولا. فأنا إن شككت في قامات الإسلام القرآن والحديث النبوي الشريف وما يروى عن الصحابة من أعمال كريمة، هذه الأمور لا تخفى على ذي لب، وكلنا يعلم هذه حشاكم الكلاب التي تنبح، لا ضير منها، بل هي ستقوي شوكة الدين إن شاء الله، بل يظهر دائما جهلهم. ويقول هذا المصري الأغبر مفتي استراليا كما ظهر في بعض المحاضرات، واستميحكم عذرا إن تكلمت ببعض الألفاظ، لكنهم يستحقون ذلك وأكثر.
هو لا يعرف يقرأ من القرآن الكريم شيء، وحتى اسم كتاب البخاري لا يعرف. جمعه يقول اسم البخاري جمعة، وهي كلمة جمعة. فهذا وغيره كأمثال سلمان رشدي الذي كرمته الملكة البريطانية بنوط المملكة، هو أول من طعن بهذا، أو أول من طعن بالحديث النبوي الشريف، ولا سيما بالبخاري. والبخاري يكفيه أنه كان يرحل مئات الكيلومترات مشيا على الأقدام، ولا يأخذ حديثا إلا إذا تقصى عن صاحبه، فإن وجده أو وجد ثقلة في خلقه لا يأخذ منه شيئا. والحديث الذي ذهب ليأخذه من صاحبه كان يراقبه أياما طويلة، فعندما رآه يرفع ثوبه مكذبا على فرسه لتعود إليه ليوهمها أنه يحمل طعاما لها، قال هذا كذب على الفرس، فكيف لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأخذ منه الحديث وعاد. يكفينا هؤلاء ولا نرد عليهم حتى لا نكون لهم، يعني يكون لهم مكان فيما يقولون. وهذا الأمر جاء به طه حسين من قبل عندما شكك برواية الشعر، وكان يقصد من ورائها أن يكذب كل رواية تصل. ويكفينا أن أحاديث البخاري ومسلم كانت لا تؤخذ إلا إذا تواترت أخبارها، والتواتر أن يروى من أكثر من طريق، بل أكثر من 3 طرق، وهم أقرب إلى عصر النبوة. فكيف يتجرأ اليوم من يتكلم وهو في القرن 4 أو 5 الهجري أن يتكلم على هؤلاء الذين عاشوا قريبا من عصر النبوة؟ وحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهكذا اليوم هناك من يقول نكتفي بالقرآن الكريم وندع السنة، بل هي السنة من شرحت القرآن الكريم، لأن عقولنا لا تستوعب القرآن الكريم. فجاءت السنة النبوية الشريفة بأركانها 3 شارحة ومبينة هيئات وحدود القرآن الكريم. فهؤلاء لا ننتبه إليهم، لأننا واثقون من ديننا ومن مصادرنا ومن شرعنا، ولا يمكن أن نقبل بهذا الكلام، وهو مردود عليهم، لأنهم والحمد لله رب العالمين قد دحضوا في محافل كثيرة ولم يكن لهم موقف سليم كل هذه السنين. والله حافظ لدينه ولكتابه ولشرعه ولسنة النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم جميعا. بعد انتهاء المحاضرة وتوقف الأخوة الزملاء عن أسئلتهم، يسرني ويسعدني أن أقدم لسمو الأميرة الجوهرة شهادة تقدير واحترام من مدرسة الحديث الشريف، مدرسة الحديث العراقية، على تفضلها بحضور المحاضرة، ولأستاذنا الفاضل قائد النخبة الأستاذ محمد الشريف العجلاني، وللأستاذة الدكتورة نجاة الصائغ، والإخوان الآخرين الذين حضروا في هذه المحاضرة أو محاضرة المدرسة السابقة، والشهادات مع أستاذنا الفاضل الشريف العجلاني جزاه الله خيرا.
وسأنقل لكم هذه الشهادات إن شاء الله تعالى على هذا المجموعة بإذن الله. شكرا جزيلا سعد الدكتور صالح على هذه المحاضرة القيمة التي استفدنا كثيرا، وشكرا على هذا الكرم. الشهادات التقدير، المفروض تقدم الشهادة لسعادتكم لما قدمتموه لنا من علم وفكر وثقافة استفدنا منها جميعا. شكرا للجهة التي منحتنا هذه الشهادة، ونأمل أن نكون عند حسن الظن بنا، وجزاكم الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناتكم، ودمتم إن شاء الله متألقين في الثقافة والعلوم والمعرفة وكل شيء بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. شكرا جزيلا سعادة البروف صالح، أكرمتونا الحقيقة، وهذه الشهادة دليل على متابعتكم لمدرسة الحديث الشريف لتوفر لنا أو لتمنحنا هذه الشهادات. حضورنا ما نحن إلا طلبة علم، أيضا نسعى لسبر أغوار المعرفة في كل مكان نجد العلم يرفع من مستوانا ويزيدنا في الفكر ويساعدنا على معرفة الواقع وتحليل ما حولنا. أكرمتونا الحقيقة وأنتم أهل الكرام، كل التقدير لك سعادة البروف صالح، أكرمكم الله. وفعلا كما قالت سمو الأميرة، الشكر لكم أنتم، فأنتم تقدمون لنا في المنتدى كل ما هو قيم وكل ما هو مفيد. جزاكم الله خيرا وكل الإجلال لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سن بسنته واتبعه هداه إلى يوم الدين. أولا شكرا سعادة الأستاذ الدكتور صالح الجميري، الأخ الصديق هو الغالي فعلا يعني، وأنا قابلت أخي سعادة الأستاذ الدكتور صالح الجميري في مكة المكرمة شخصيا، وليس من سمع كمن رأى. دكتور صالح من قامات الوطن العربي اللي نفتخر فيهم فعلا يعني، وليس هذا والله مجاملة للدكتور صالح، إنما هي حقيقة. وعندما يمنحنا حفظه الله هذه الشهايد لحضورنا محاضرات له في دار الحديث، طبعا نحن نتشرف، وكما أسلف صاحبة السمو حفظها الله أنه الشهايد يجب أيضا أن تعطى للدكتور صالح. نحن سعدنا وتشرفنا، وحقيقة يعني ما نقدر نعبر يعني للدكتور صالح على هذا الكرم وعلى هذا العطاء وعلى يعني الاهتمام حفظه الله، جزاه الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيه. والحقيقة هذه النخبة تبقى مثال وقدوة. دعوني أن أنوه أن صاحبة السمو دكتورة الجوهرة حفظها الله، وتسمح لي أن أقول هذه المعلومة، من الصباح إلى قبل المحاضرة بدقائق وهي في المستشفى لظرف عائلي صحي، وجاءت وهي متعبة جدا، وتواصلت معها وأخبرتني بذلك. والله إني خجلت أنني أقول لها تحضر معنا، ولكنها أصرت وحضرت المحاضرة جميعا، وكانت متواصلة معي ومع مجلس الإدارة أنه لابد تكون هذه الأمسية بالمستوى الذي يليق بها. وجزاها الله عنها خيرا، حضرت واستمعت واستلمت شهادتها وكلمتها. جزاكم الله خير كلكم استمعتوا إليها، ولكن هكذا هم الكبار لا يرضون إلا بمواقعهم في المقدمة. كذلك أشكر أختنا الفاضلة بروف نجاة الصايغ، هذا العلم العربي في إدارة، جزاها الله خيرا. أيضا أعرف أنها مشغولة وخارج المنزل مع أسرتها، وأصرت أيضا إلا أنها تشارك وتحضر وتكون متواجدة في التكريم، فجزاها الله عنا خيرا. هذه هي النخبة حقيقة،
الذي لا يعرف النخبة، فهذه النخبة وهذا رموز النخبة يقدمون العطاء ويقدمون لنا طبعا الأمثلة الحية، فجزاهم الله خيرا. وكلكم نخبة فعلا، نعتز بكم جميعا. والأمسيات قادمة بإذن الله كثيرة، وكل الكل إن شاء الله سيشارك معنا. والجدول ما شاء الله أصبح مزحوم، الدكتور أسامة رئيس المجلس شغال ما شاء الله، والكل سوف تصل إن شاء الله رسائل، ويحدد لنا إن شاء الله أمسيته في وقتها المحدد. كما ننوه أن صاحبة السمو الدكتورة الجوهرة حفظها الله أمسيتها سوف تكون قريبا، وعندنا أمسيات كثيرة بإذن الله. شكرا لكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيك دكتور صالح، بارك الله في الجميع. وأمسية كالعادة يعني من العمق إلى العمق، ومن الفكر القوي جدا في الفكر القوي. شكرا لكم، بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا بالخير. بالحقيقة استمعت للتروحة الدكتور صالح الله يبارك له إن شاء الله، وكما ذكرت العزيزة سمو الأميرة الجوهرة، فعلا الربط بين آيات القرآن وما جاء في الكتاب الكريم وبين الأحاديث الشريفة، هذا يعني يمكن نحن ما فكرنا في هذا الموضوع، وإنه في ربط فعلا بينهم. يعني ربما نحن بنحس بهذا الربط، لكن ما كنا بالناحية العلمية يعني بنقدر نربط هذه الأمور بشكل علمي منظم مدروس وشرعي في نفس الوقت. فبارك الله فيك دكتور صالح وأثابك وأحسن الله إليك. عندي سؤال، هل معنى أنه الرسول عليه الصلاة والسلام بيذكر بعض الأحاديث المرتبطة بالآيات القرآنية وما جاء في الكتاب الكريم، هل هذا بوحي من الله؟ يعني ربنا بيعطي له وحي بأنه الجزء الآتي، الجزء الفلاني أو الكلمات الآتية من القرآن بيوحي له بأنه يحط فيها حديث، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام بحكم شرعيته، بحكم مكانته البشرية المميزة من خلقه جميعا، من خلق الله جميعا، هو أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، هي اللي بتهيئه بتؤهله فقط إنه هو من نفسه يقتبس بعض الكلمات أو بعض الأسطر أو بعض الأحكام من كتاب الله، ويقدر من خلاله أن هو يشير أو يوضح بعض المفاهيم اللي هي بتشجع أو بتحفز أو بتوضح للمسلم كيفية القيام بمهمة ما أو بسلوك ما أو بعض الأشياء الشرعية المفترض أن هو يقوم فيها، زي الصلاة والصيام والزواج والطلاق وإلى آخره، بعض الأمور اللي هي بتكون في القرآن ربما لبعض أو للمعظم غير واضحة، يعني بتكون مجملة في 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 عبارة واحدة أو في عبارتين أو كلمتين، وممكن تؤخذ بمعاني أخرى أو تفهم بشيء آخر، فهو بيوضحها في الحديث الشريف بطريقة مفصلة وتوصل للعقل البشري ككونه أحد هذه البشرية، أحد الأفراد المخلوقين يعني من البشر نفسه، فهو يفهم أكثر في 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 هذا النقطة. وربنا سبحانه وتعالى ما أرسله إلا ليوضح للناس مفهوم الدين. فأنا هرجع وأعيد سؤالي، هل بيكون إيحاء وحي من الله بالحديث هذا، أنه أنت نزل حديث في هذا الموضوع، ولا هو بحكم بشريته المميزة دون عن خلق الله جميعا يستطيع أنه هو بإيحاء معين أو بفكر معين
يوضح بعض النقاط أو بعض العبارات تكاد تكون إلى حد ما غامضة على البشر، نحن الناس الطبيعيين، وهو يوضحها بالحديث الشريف. أتمنى الرد على السؤال، وبارك الله فيك ويعطيك العافية. وفعلاً فعلاً بالنسبة لي أنا، موضوع الربط بين الحديث وبين الكتاب أو السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبين الكتاب وما جاء في الكتاب الكريم، يعني ما كنت، يعني كان موجود عندي بس أنا ما كنت يعني بأربط. دحين حبدأ أني أربط كمان أي حديث حقرأ، أحاول أن أطلع من الكتاب فين موجود، في أي آية وفي أي سورة وبيشير إلى إيه، عشان أقدر أنه أنا أستوعب الأمور. بارك الله فيك وجزاك الله خير، فعلا 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 كنت أحتاج هذا الإشارة إليه. بارك الله فيك، تصبحون على خير. شكرا دكتور صالح، بارك الله فيك، في أمان الله، وأنتظر رد سعادتك، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله. دكتورة زينب، جزاكم الله خيرا. وهذه الأسئلة يعني الله أعلم، أن الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم كان حافظا للقرآن الكريم، ومن باب أولى أنه لا يتكلم إلا بكلام رب العالمين. والتاريخ يضم كثير من الناس كانوا لا يتكلمون ولا يجيبون على سؤال إلا بالقرآن. ونحن اليوم عندما نحفظ كلاما معينا لابد أن يأتي منه شيء في كلامنا، يعني الوقتي، كلامنا الراهن. عندما نتكلم نفتخر أننا نضمن كلامنا من كلام القرآن الكريم أو من كلام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أما يعني الرسول ملهم، وهذا ما أقوله دائما، أن الله سبحانه وتعالى قد ألهمه وعلمه ولم يكن في يوم ما كما يدعون أنه أمي. لا، الأمي انتهت بمن؟ بعهد نزول القرآن الكريم. عندما نزل القرآن الكريم انتهت أمية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. عندما نزل عليه جبريل قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فضمه ضمة قوية، ثم تركه فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، وللضمة الثالثة قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. فالنطق بالقرآن الكريم وهو كما نعلم حدود وتعاليم وأوامر ونواهي كلها من الله تعالى، فما كان مخصوصا بهذه الأمور لا يتجاوزه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتي مستشهدا بالقول القرآني. يعني ما كان في حدود الأوامر والنواهي والحدود الشرعية فهي مضمونة من الله تعالى. أما أن الله سبحانه وتعالى يوحي إليه قل هذا الحديث وضمنه الآية القرآنية الكريمة، على حد علمي يعني لا أعلم من ورد أو أورد مثل هذه الأقوال. أما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل بالقرآن الكريم فهو كما قلت كان حافظا له، ولا بد أن يتمثل به، لأنه هو النبراس الذي يعني أجاب به عن أسئلة الناس جميعا. القرآن الكريم نظم حياة الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم كان الأداة التي يعني نقول عنها كان مؤدبا للناس ومعلما لهم ومحفظا للقرآن الكريم. كل هذه الأمور تجري على لسان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من غير أن يتكلف بها. وهناك أسئلة كثيرة كانت ترد إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ويؤجل جوابها حتى ينزل عليه الوحي ليعلمه بالجواب الصحيح.
وكثيرا من القبائل العربية التي كانت ترد على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لتستفهم منه مواقف كثيرة، وكانت لهجاتهم أو لغاتهم المحلية تختلف عن لغة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان يتكلم معهم ويشفي غليلهم، ويستغرب الصحابة الكرام أنه استعمل هذه الألفاظ التي لا يعرفونها وكان يعرفهم بها ويقول هذه من اللغة أو من القبيلة الفلانية أو من اللهجة الفلانية، يعرف بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن ما كان فيه حكم فلا بد للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالنص القرآني، وما لم يكن فيه حكما فقد يرد على لسان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما يرد على ألسنة البشر جميعا. جزاكم الله خيرا، وأرجو أن وفقت في هذا الرد الذي يعني حقيقة يصدر عن فكر نير متحرك ثقاب. بارك الله فيك دكتورة زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك، شكرا على الإجابة، يعني ملخص وواضح صريح، بارك الله فيك. لكن يعني أنا برضو في عندي قرأت في بعض الأحاديث أو بعض التحاليل في عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه أحيانا كان بيجي له سؤال أو استفسار وكان ما عنده في وقتها الرد عليه، فكان يطلب من السائل إعطاءه مهلة للرد عليه ويروح في هذاك الوقت. وأتوقع أنه يعني أنا قرأت في هذا الموضوع أنه ينام أو يأخذ القيلولة أو فيجي له وحي بالإجابة على السؤال هذا أو الاستفسار هذا، فيبدأ اليوم اللي بعده أو يومين أو ثلاثة يبدأ أنه يرد على التساؤل اللي جاله هذا، وبيكون بوحي من الله سبحانه وتعالى على أساس أنه بيكون في وقت السؤال ما عنده الإجابة اللي يقدر أنه هو يثبتها. يعني أنا قرأت في هذا الموضوع كثير وجاني أمثلة كثير، بس أنا ما هي حاضرة لي مثال حالي أو نموذج من هذا الموضوع أو من هذا الاستفسار، يعني اللي هو انتظر في الوحي يعني التمس العذر من السائل انه يعطي له مهلة للرد على السؤال. فايش رايك في هذا الجزئية من الطرح؟ بارك الله فيك، يعطيك العافية، وبرضو اسمع مناقشتك في هذا الموضوع، وحب ان استزيد في هذه الجزئية، وشرف لي أنه أنا أسمع من يعني حضرتك هذا التحليل وهذا الربط والانتعاش الذهني اللي أنا يعني أحب أني أنا يكون موجود. شكرا، يعطيك العافية، وأسمع الرد، بارك الله فيك، شكرا. العفو دكتورة زينب، سؤالك الكريم أنا أشرت إليه في الإجابة، يعني في الإجابة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن مسائل معينة فيؤجل الإجابة عليها حتى ينزل الوحي بالإجابة الصحيحة. وعندما سئل من بني إسرائيل سألوه عن الروح قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فجاءه الرد في آية قرآنية كريمة صريحة. فهذه الآية القرآنية الكريمة لو ضمنت في حديث معين لعدت من يعني من أثر الحديث من أثر التعبير القرآني في الحديث النبوي الشريف. القصد يعني مسائل كثيرة سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجد يعني جوابا لها حتى نزل عليه الوحي بالإجابة عليها. في قضية زيد بن حارثة أيضا، في قضية نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، في كثير من التشريعات لكان لا يتعدى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلا وأن تأتيه الإجابة الصريحة من رب العزة عن طريق جبريل عليه السلام. بارك الله فيكم.